ليكي أنا عملت لك أكل عادي. ماما راحت على الجمعية وبابا رح يتأخر أساساً، ونحن رح نتسلى ونشوف فيه. لا هاندا مو جاي عبالي وماني جوعانة كمان. لا بتول، أنا فتت على المطبخ. تخيلي تخيلي أنا فتت وطالع طيب، حتى لو ما عجبك رح تاكلي لأني عاملته. هاندا ماني جوعانة، صحة وهنا. ليش قلبي وشك هيك؟ شو القصة؟ اليوم أنا مبسوطة، عائشة دمرت حالة بإيدها وصلحت علاقتي بماما أزادة كمان، وعم فكر أرجع أنا وفريد عن قريب. شو ما عم تسمعيني؟ ألو؟ ما عم اسمعك. مليت أنا، عم تفهمي؟ مليت منك ومن هوسك بفريد اللي ما بيخلص. اختنقت خلصنا، بتجيبيني لهون لناكل وما بتسأليني كيفني، حتى ما بتحكي إلا عن حالك. كنت رح أسألك. حاجتك هاندا، إمتى سألتيني؟ أنت رفيقتي من سنين، إمتى سألتيني إذا أنا منيحة؟ أنت أنانية وعلى طول ما بتفكري إلا بحالك. بتول لا تجني، تعي لوين رايحة خليكي. لمين رح أحكي عن سعادتي غير إلك؟ عم تسمعيني؟ ليش عندي رفيقة غيرك أنا؟ أوف منك بتول. عائشة نفذت يلي قلته وبشكل حرفي كمان، تبنت الجريمة وأكيد هيك أنت ارتحت كتير. شكراً لك، أنا مديون لك كتير وبرد لك لها. أنت شو عملت بابا؟ يا ترى شو عملت؟ جاك زادة عندك زيارة. مين إجا؟ زوجك فريد سانجاك زادة. اللي له ما بدي شوفه. إجا جوزك ركدي. شو ها لسه مصدومة؟ شو هالرجال هاد؟ مرته قوصت على حبيبة السابق ومع هيك جاي كرمال يشوفها. مو معقول، عن جد ما بصدق.